أعزائي المشاهدين، ازيكم في فيديو جديد. انتوا طبعا عارفين مين فول ويل درايف ايجيبت، عربيات سابق ولاحق. يا بصوا، دي كوزميك سونيك، ودي بليتزر سونيك، ودي سايكلون ماجنم، العربيات اللي كلنا عارفينها. النهاردة هتكلم معاكو عن العربية هيونداي افانتي سبورت تي كي سي فيرجن الام اي، اللي هي شبه ايه العربيات الحقيقية للناس اللي بتحب شكل العربيات الحقيقية في المين فول ويل درايف. فالنهاردة انا هتكلم عن العربية دي. العربية دي الشاسية بتاعها ام اي، الموتور بتاعها في النص، الشاسية بتاعها في الصورة باين اسود، لكن هو جوه العربية شكل مختلف، هما كأنهم عاملين لنا مفاجأة يعني. وهنا في ووتر مارك بتاعت شركة هيونداي بنفسها عاملة الووتر مارك ده. تعالوا بقى نفتح العلبة دي نشوف جواها ايه. بصوا يا جماعة، تعالوا كده، ادي الوش بتاع العربية، وش العربية الهيونداي الافانتي، اللي هي شبه الالنترا اللي بتنزل في مصر، تمام؟ بس دي الافانتي بقى الاصل. ده بقى الشاسيه المفاجأة اللي هما بيقولوا عليه. الشاسيه ده فلوروسنت، يعني لو شغل بلاك لايت او نور ازرق، الشاسيه ده هينور في الضلمه. الشاسيه ده معمول من الاي بي اس، نوع من انواع البلاستيك القوي، تمام. شاسيه ام اي، الموتور بتاعه في النص. دي كاوتشات سوفت عادي جدا. الكاوتشات السوفت دي بالمناسبه في هنا الوان كتير من الكاوتشات ممكن تجيبها، وممكن تجيب كاوتش سوبر هارد معاه جنط. ممكن نيجي كده بسرعه هنا نبص على الكاوتشات المارون عشان تلف ملفات اسرع. ممكن طبعا تجيب كاوتشات حجم اكبر، وتجيب كاوتشات مارون حجم اكبر، وفي سوبر هارد حجم اكبر، في سوبر هارد تاني حجم اكبر، وفي الارك تاير، وفي مارون برضو اكبر. مارون ده غير المارون ده، ده مارون عريض، انما ده مارون اللي هو عادي. ممكن تجيب لها كاوتشات سفنج عشان الريباوند وهي بتنزل من الارض. طبعا نرجع للعربيه الهيونداي افانتي، دي الكاوتشات بتاعتها اللي قلنا عليها سوفت. طبعا دي الحاجات اللي بتيجي مع العربيه، التروس، وده الموتور الستوك، ودي طبعا المسامير والحاجات اللي بتركب بيها بقيه العربيه. عايزين موتور بقى للعربيه، في عندك ايه؟ تورك توند برو، ده دبل شافت، وفي اقوى واسرع موتور للدبل شافت اللي هو الماك داش برو اللي انا بلعب بيه في العربيه بتاعتي في السباقات السريعه. في طبعا الهايبر داش بس هو خلصان، هيجي منه قريب. طيب خلونا بقى ايه نبص على الجنود دي. الجنود دي مفيش منها في اي عربيات تانية. الجنود دي شكلها حلو جدا وعجباني، وشكلها كمان حلو على العربية. خلونا بقى نبص بسرعة ان في جنود هنا الومنيوم، ممكن نغيرها ونجيب جنود الومنيوم العربية. اعتقد ان هي هيبقى شكلها تحفة اكتر. طبعا دي القطع بتاعة الشاسيه، لونها ابيض زي لون الوش، ودي الستيكرز. يعني الستيكرز، شايفين الستيكرز حلو ازاي؟ لمعان ولوجو هيونداي، واللوجو ده ايه ده؟ لوجو اليابان، علم اليابان يعني. بص، حاجه هيونداي، هيونداي طبعا. وده الكتالوج بتاع العربيه عشان تقدر تركب العربيه من غير ما تغلط وما يحصلهاش حاجه. طبعا العربيه دي موجوده عندنا في الاستور. العربيه دي مميزه جدا، وانا عايز اجيب واحده الصراحه. فلو انتوا عايزين اي عربيه من العربيات دي، العربيه دي او العربيات اللي موجوده دي كلها في الاستور، ابعتوا لنا مسج على الصفحه البيج، واعملوا لنا سبسكرايب على اليوتيوب، واعملوا لايك وشير، ومنشنوا اصحابكم بقى عشان عربيات سابق ولاحق رجعت تاني. يلا سلام.